وأيضا بالوقوف من أمام مستشفى الشفاء في وسط غزة ينضم إلينا الصحفي خضر الزعنون. خضر، أهلا بك معنا في هذه التغطية المستمرة في أسبوعها الرابع بين غزة وإسرائيل. كما كنا نتابع من خلال الأنباء بأن مدخل مستشفى الشفاء تعرض للقصف، نتيجة هذا القصف كان هناك العديد من القتلى والجرحى، أيضا سيارة الإسعاف التي كانت تقل جرحى بحالات حرجة وخطرة إلى المعبر تعرضت بدورها إلى القصف. حدثنا أكثر عن الوضع وإذا ما كان لديك من تحديثات جديدة، تفضل. نعم، يعني أولا هي غارات أو سلسلة من الغارات التي تشنها المقاتلات الإسرائيلية حيثما يحل الليل أو الظلام على غزة حتى تتكثف وتكون بشكل عنيف هذه الغارات التي تشنها يعني الطائرات والمقاتلات الإسرائيلية في مختلف المناطق هنا في قطاع غزة، ولو بأكثر يعني تركيزا في المناطق الغربية والشرقية من مدينة غزة. قبل قليل يعني تم انتشال جثامين 5 من الضحايا من منزل لعائلة الخول في حي الزيتون إلى الجنوب الشرق من مدينة غزة بعد أن تم استهدافه على رؤوس ساكنيه في هذا المنزل الذي يقع في هذا الحي الذي يتعرض لضربات متتالية من قبل الطائرات الإسرائيلية والتي تستهدف يعني المنازل المأهولة بالسكان. أيضا تم انتشال عدد أيضا من الضحايا بعيد استهداف مسجد علي بن أبي طالب أيضا بحي الزيتون واستهداف أيضا منزل ملاصق لهذا المسجد ما أدى أيضا إلى وقوع عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين. ولكن فيما يتعلق بالاستهدافات وخاصة في محيط مستشفى الشفاء الذي أقف أنا الآن أمامه، بالفعل تمت العديد من الاستهدافات وكانت خلال الساعات الماضية هي استهدافات بحق الأسطح المرتفعة للبنايات والتي موجود عليها يعني الخلايا الشمسية أو الطاقة الشمسية أو الطاقة البديلة والتي تم استهدافها بشكل مباشر، إضافة إلى استهداف المولدات الكهربائية في الشوارع التي تغذي بعض المنازل والتي استهدفت أيضا بشكل مباشر. لكن فيما يتعلق بعملية الاستهدافات الأخرى هي استهدافات أيضا من قبل الزوارق البحرية والبوارج البحرية الإسرائيلية والتي تضرب بين الفينة والأخرى المربعات السكنية وخاصة القريبة من ساحل الشاطئ مدينة غزة وأيضا المنطقة الوسطى من القطاع. ولكن في المنطقة الوسطى وتحديدا في مخيم مي النصيرات والبريج تم استهداف على الأقل منزلين من قبل الطائرات الإسرائيلية وأوقع ذلك أيضا ضحايا ومصابين في صفوف المواطنين، إضافة أيضا إلى استهدافات تمت لعدد من المنازل وخاصة في مدينتي رفح وخان يونس إلى الجنوب من القطاع، وأيضا في المنطقة الشمالية من قطاع غزة وتحديدا في مخيم جباليا. يعني شهد هذا اليوم يعني العديد من الاستهدافات، كان أحدها استهداف لإحدى المدارس وأيضا لسوق شعبيا وسط المخيم ما أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين. أفدنا من الناطق باسم الصحة هنا في غزة أشرف القدرة بأنه وصل إلى مستشفى الشفاء منذ ساعات الصباح وحتى ساعات الظهر هذا اليوم 81 ضحية إضافة إلى أكثر من 200 جريح نتيجة استهدافات يعني من الطائرات وأيضا من المدفعية والبحرية الإسرائيلية لعدد من المنازل المأهولة بالسكان وغالبيتهم من النساء والأطفال. وذلك كان نتيجة استهداف جباليا، مخيم جباليا. يعني قيل بأن هناك جرحى بحالات خطرة يعني تم إيصالهم إلى مستشفى الشفاء. أيضا لنتحدث عن جانب آخر فيما يتعلق بنفاد الوقود. نعم تفضل، تفضل خضر. نعم، يعني زميلتي فيما يتعلق بالاستهداف وخاصة في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين كان هناك استهداف لمدرسة الفاخورة التي تأوي الآلاف من النازحين عندما استهدفت بشكل مباشر بغارة إسرائيلية أدت إلى سقوط على الأقل 15 ضحية ونحو 60 مصابا من الفلسطينيين والذين تم نقل أعداد كبيرة منهم إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة في شمالي القطاع، وتم تحويل يعني أعداد من الجرحى من ذوي الحالات الحرجة والخطيرة إلى هذا المستشفى إلى مستشفى الشفاء، حيث بصراحة لكونه نعم هو الأكبر في القطاع أو إما مصاب أو إما جريح هنا. بالفعل
بالفعل مستشفى الشفاء هو الأكبر، هو المستشفى المركزي والأساسي هنا في قطاع غزة، وربما هو الأكبر على مستوى فلسطين كلها، سواء هنا في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. هذا المستشفى الذي يضم أقساما مختلفة يعني، وبه أعداد من المرضى الذين هم ليس لهم علاقة فيما يتعلق بأوضاع الجرحى أو المصابين، من مرضى الفشل الكلوي ومرضى القلب ومرضى السكري ومرضى الحروق، وهناك يعني أعداد كبيرة من الأقسام الأخرى، كما هو مستشفى الولادة الذي يضم يعني في حضاناته نحو 130 طفلا من الخدج، أطفال حديثي الولادة، وهؤلاء بحاجة يعني ضرورية وعلى مدار الساعة لإيصال الكهرباء إليهم، حيث الآن هذا القسم خاصة تحديدا قسم الأطفال الخدج هو ما يعني يعمل بالمولد الكهربائي الثانوي، حيث أن المولد الرئيسي هنا تم يعني إيقافه منذ يعني تقريبا 3 أيام نتيجة نفاد الوقود. يعني دعني يعني أستوقفك عند هذه النقطة، عذرا خضر، هذا المولد الثانوي، عذرا خضر، يعني بتوقف تحديدا عند هذه النقطة، المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية ديفيد ساترفيلد قال بأنه عندما ينفد هذا الوقود هناك آلية متفق عليها لإدخال الوقود للقطاع. مدى تطابق هذا الكلام مع أرض الواقع حيث أنت؟ بالفعل يعني هنا إدارة هذه المستشفيات لا تنتظر أن ينفذ، هي بحاجة ماسة لهذه المادة الضرورية، خاصة من الوقود اللازم لتشغيل المولدات حاليا الثانوية التي تعمل يعني أن تبقى باستمرارية، وأن يتم إعادة تشغيل المولدات الرئيسية خاصة هنا في مستشفى الشفاء، وأيضا في المستشفى الأندونيسي في بلدة لاهيا إلى الشمال من القطاع. هناك نداءات وأيضا استغاثات وصرخات سواء من الطاقم الطبي أو إدارة المستشفيات بضرورة إيصال مادة الوقود اللازمة لعمل واستمرارية تشغيل المولدات الكهربائية التي تعمل عليها الأقسام هنا، وخصوصا أقسام الولادة والتي بها يعني العشرات من الحضانات الموجودة يعني بداخلها أطفال خدج حديثي الولادة. نعم. وحياتهم. نعم. عذرا لمقاطعتك، نشير أيضا إلى هذا العاجل عن مصادر لقناة الحدث، زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى العراق. بالعودة إليك خضر، ماذا عن المساعدات التي تعبر من رفح؟ هل وصلت يعني أو وصل جزء من هذه الشاحنات إلى مستشفى الشفاء وإلى النازحين هناك؟ يعني فيما يتعلق بالشاحنات والتي تحمل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع، وقوامها أكثر من 200 شاحنة على مدار الأيام الماضية التي دخلت من خلالها عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر. هذه الشاحنات بصراحة يتم تفريغها في مستودعات ومخازن تتبع للأونر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ويتم تفريغها في مدينة رفح تحديدا القريب منها المعبر، ويتم بعد ذلك يعني توزيعها على المناطق الجنوبية في القطاع، وخاصة في مدينتي رفح وخان يونس، وأيضا في المحافظة الوسطى التي بها مخيمات كالنصيرات والمغازي والبريج، وأيضا مدينة دير البلح ومنطقة الزوايدة. كل ذلك يتم توزيع هذه المساعدات الإنسانية في تلك المناطق، ولكن بصراحة زميلتي إلى مدينة غزة أو إلى شمال القطاع لم تصل أي من المساعدات الإنسانية، سواء التموينية أو الغذائية أو الطبية، التي يعني بحاجة ماسة المواطنون النازحون والأطباء وكل الطواقم هنا، سواء الإسعافية والدفاع المدني. نعم. والمواطنين العاديين من نازحين وغيرهم هم بحاجة ماسة إلى هذه المساعدات الإنسانية، إذ أن حسب ما أفدنا من الكثير من المسؤولين هنا، هذه الشاحنات وهذه المساعدات التي وصلت إلى القطاع لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات وحاجيات المواطنين هنا في القطاع، والذين باتوا يتضورون جوعا نتيجة قلة هذه المواد الإغاثية الذين هم بحاجة ماسة لها، خاصة بعد 29 يوما. نعم. هذه خضر. الحرب التي تشنها. نعم. إسرائيل على غزة. شكرا لك لكل هذه التحديثات والمعلومات التي وفيتنا بها من أمام مستشفى الشفاء في وسط غزة، كان معنا الزميل الصحفي خضر الزعنون. دائما نتمنى لشبكة مراسلينا السلامة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.